هنا القاهرة عاصمة الخبر. التكنولوجيا بات للكلمة وقع ذو دلالات ضخمة، لم يعد يقتصر معناها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الذكاء الاصطناعي، إنها عالم متكامل قائم بذاته، هي الريشة التي يرسم بها المستقبل ملامحه، والتعليم أحد أبرز هذه الملامح. التطور التكنولوجي الآن يصبغ التعليم بصبغته، وصارت هناك جامعات تكنولوجية وحديث حول سوق عمل بفرص مبتكرة تحتاج لقدرات خاصة لمواكبة هذه الثورة التي يجب على الجميع أن يكون مؤهلاً للتعامل معها. وهذا هو موضوع حلقة اليوم من مطروح للنقاش معكم على مدار ساعة من الآن. تغلغلت التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة اليومية بتفاصيلها، وألقت بظلالها على التعليم ودوره في المستقبل، لنجد أنفسنا أمام مسار تعليمي مبتكر تماماً. انطلاقاً من إيمان الدول العربية بأهمية الربط بين سوق العمل والتعليم الجامعي، اتجهت بعض الجامعات العربية إلى دمج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم لضمان توفير فرص عمل متساوية للجميع ومواكبة المتغيرات التكنولوجية. وتعد التجارب العربية في تطبيق التكنولوجيا في التعليم العالي تجارب مميزة عالمياً، ووجهت مصر اهتمامها إلى إنشاء كليات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في 9 جامعات حكومية في القاهرة والصعيد والدلتا لتدريس علوم الروبوتات وبرمجة الآلة. وأنشأت الإمارات جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا لتأهيل الطلاب لمرحلة ما بعد الجامعة. واعتمدت السعودية هندسة الخوارزميات والنظم الذكية كمواد أساسية في الجامعات. ولحق المغرب بالتجارب السابقة عبر توظيف الرقمنة في التعليم لتطوير سوق العمل وفقاً للتطور التكنولوجي. وتعمل منظمة اليونسكو على تعزيز قدرات الدول الأعضاء في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الفجوة بين تخصصات العمل المطلوبة ومخرجات التعليم. تواكب مصر التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، وتضع التكنولوجيا بوسائلها في خدمة التعليم بغرض تكوين جيل قادر على المنافسة والابتكار والتميز في ظل تطور عالمي هائل في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. إذن نبدأ من مصر. معنا من القاهرة الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، أول جامعة تكنولوجية في الصعيد. دكتور محمد، مرحبا بك. لو بدأنا بالجهود التي بذلت لتغيير المفهوم بشكل عام للمجتمع بخصوص مسألة كليات القمة أو مسألة التحول إلى النظم الرقمية والذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. وفي البداية يعني إذا حضرتك سمحتي توجيه التهنئة بالقناة الجديدة ومزيد من التوفيق والتقدم. شكرا جزيلا. حضرتك زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان الدولة المصرية بتبذل جهود كبيرة جدا في المجال، والتطوير في المجال في وقت قصير جدا ممكن يكون ملموس. فعلى سبيل المثال بداية الجامعات التكنولوجية في مصر كانت في 2019، وكان يعني بدأت بجامعة بني سويف التكنولوجية وجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وجامعة الدلتا التكنولوجية في أويسنا.
وفي خلال يعني بعد مضي تقريبا 3 سنين، يعني دي مش فترة كبيرة، تم افتتاح هذا العام الأكاديمي 7 جامعات أخرى جديدة في مختلف مواقع الجمهورية، ومن أسمائهم ومواقعهم يبدأ برضو يتحس بأن هم تم اختيار المواقع بطريقة معنية وبطريقة بعد دراسات عديدة لاختيار الأماكن اللي هتكون منتشرة على مستوى الجمهورية كمرحلة تانية، لأن إذا اعتبرنا الأول 3 جامعات كانت المرحلة الأولى، 7 الجداد مرحلة تانية، وجاري العمل على استحداث جامعات أخرى في مناطق أخرى في مصر، على أساس أن ممكن مأمول على 20-30 يبقى في جامعة في كل محافظة تقريبا. فالمجهودات طبعا بدأت من بداية إنشاء الجامعات التكنولوجية والتجهيز لها. فعلى سبيل المثال بدأت ببرامج معظمها كانت برامج تميل إلى القطاع التكنولوجي الهندسي، بدأ يتوسع الوضع أكثر بعد التركيز مع زي ما حضرتك تفضلتي التركيز مع المجتمع لتحسين أو لتطوير الصورة الذهنية عند المجتمع بالنسبة للتعليم التكنولوجي والتعليم الفني. بالإضافة طبعا أن كان في تطوير برضو في مجال التعليم الفني فيما قبل الجامعي بإنشاء مدارس جديدة، مجال المدارس التكنولوجية جديدة، دخول القطاع الخاص بالتعاون. طيب دكتور محمد، بما أن حضرتك تحدثت بلغة الأرقام وبلغة الأعوام وإنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية التي تعتمد على التطبيق العملي أكثر من النظري وتأخذ في اعتبارها كل هذه الأمور ضمن الجهود، لو سألت حضرتك هل بالفعل هذه الخطوات دفعت الطلاب أو دفعت الكثيرين للتوجه ناحية هذا النوع من التعليم؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة يمكن تكون تجربة شخصية. أنا كان يعني لي الشرف بالتكليف برئاسة جامعة بني سويف التكنولوجية من حوالي عام. في العام هذا العام الأخير يعني ممكن يعني يلمس كم التطور اللي حصل في هذا القطاع. على سبيل المثال يعني كنا نسمع في أول عام في إنشاء الجامعات كان عدد الطلاب، إذا بنتكلم على جامعة بني سويف مثلا، عدد الطلاب كان عدد قليل في البداية مع كل المجهودات اللي بتبذل من الدولة والإنفاق اللي تم على الجامعات. في العام التالي ليه بدأ العدد يزيد. العام الحالي يعني كانت الحمد لله بعد المجهودات اللي بذلت أكتر وأكتر مع المجتمع ونشر الفكر ونشر النوع التعليم الذي تم إضافته كرافد جديد من روافد التعليم العالي في مصر، مش يعني لا أخفي على حضرتك سرا أن اللي كان متقدمين هذا العام لجامعة بني سويف، إذا بنتكلم عن جامعة بني سويف التكنولوجية على سبيل المثال، قد يكون يزيد على 10 أضعاف اللي كان بيتقدم قبل ذلك، وأكثر من يعني أضعاف أضعاف السعة الاستيعابية للجامعة في الوقت الحالي. فهذا إن كان يدل من الناحية الإيجابية على شيء فيدل على إن الحمد لله المجهودات بتنجح وفي إقبال أكثر وأكثر ومتزايد، والناس بدأت تحس والطلاب وأهالي الطلاب بدأوا يحسوا بأهمية المجالات التكنولوجية اللي هي تحت اهتمام الدولة وبدعم مباشر من القيادة السياسية لتطويرها والتوسع فيها أكثر وأكثر. يعني في أثناء برنامج حضرتك أنا متوقع أن الكلام هيتطرق إلى التطوير اللي حصل أكثر وأكثر، والناس هتحس إزاي أن المجالات توسعت أكثر ولسه صحيح. متوقع على المزيد. ذكر المجالات، وهذا هو ربما الهدف الأساسي لأي طالب، مسألة ربط هذا التعليم وهذا التطبيق بسوق العمل والوظائف المتاحة في مصر. كليات لي وظائف المستقبل، حضرتك ذكرت عدد كبير من جامعات التكنولوجية لتخريج الشباب اللي بالفعل بيحتاجهم سوق العمل. ماذا عن هذه التجربة والربط بين هذا التعليم التكنولوجي وسوق العمل؟ حضرتك البرامج اللي موجودة لما هنسمع مجرد من أسماء البرامج ومجالاتها هيتحس بسرعة ان ده مرتبط بسوق العمل والتطور الحاصل فيه على ممكن على مستوى العالم في المجال التكنولوجي. يعني يمكن بعض الدراسات اتعملت ولقت ان على سبيل المثال في امريكا مثلا في 2018 ملايين من الوظائف تم استحداثها بسبب التطوير في مجال الاي تي او مجال التكنولوجيا المعلومات والمجال التكنولوجي. لما هنشوف على سبيل المثال ايضا جامعة بني سويف التكنولوجية فبدأت في اول عام ليها ببرنامجين
برنامج خاص بتكنولوجيا المعلومات وبرنامج خاص بتكنولوجيا ميكاترونكس. العام الثاني بعد كده تم زيادة البرامج، وصل حاليا وصلنا إلى 5 برامج بإضافة برنامج للطاقة الجديدة والتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وبرنامجين آخرين خاصين بتكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، وبرنامج خاص بتكنولوجيا أوتوترونكس أو تكنولوجيا السيارات. فمن أسماء البرامج، وجاري العمل على إنشاء برامج أخرى زي مثلا برامج خاصة بتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا المخلفات الإلكترونية وخلافه. فمن أسماء البرامج زي ما حضرتك شايفة ارتباطها بسوق العمل، وبيتم إنشائها بناء على احتياجات سوق العمل. وحتى الجديد كمان في الموضوع إن احنا بقينا نتعامل مع التخصصات كبرامج لمزيد من المرونة وليس أقسام، لأن البرامج بيبقى فيه مرونة أسرع لتحديثها في المستقبل، وممكن إضافة أخرى وممكن إلغاء أخرى طبقا لمتطلبات سوق العمل. فبالتالي احنا بنعمل كمان تعاون كبير مع الجانب العملي والشركات والصناعة، لدرجة ان احنا ممكن يعني على سبيل المثال احنا عملنا العام السابق ده على طول عملنا بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع على سبيل المثال. من ضمن التعاون المنشود ان يتم انشاء برنامج ممكن يبقى خاص بما يحتاجوه. فده مؤشر اخر ان اللي بيتم التعامل عليه في الجامعة التكنولوجية ليس فقط أخذاً في اعتبار سوق العمل، إنما أخذاً في اعتبار أيضاً احتياجاته. اسمح لي أرجو أن تتفضل بالبقاء معي قليلاً، لأنه الحقيقة البروتوكولات اللي حضرتك تحدثت عنها هو محور مهم في حديثنا سنتطرق إليه، لكن دعني أذهب الآن إلى ألمانيا ومراسل القاهرة الإخبارية عربي مرزوق يطلعنا أيضاً على ما حدث في ألمانيا في هذا الخصوص. عربي، ألمانيا تعتبر من أهم الوجهات للدراسة في العالم، وجامعاتها مصنفة في تصنيفات دولية مهمة جدا. ما الخطوات التي اتخذتها ألمانيا عربي في سبيل التحول إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، سواء بنتحدث عن التعليم كمحور هام أو سوق العمل أيضا؟ الحقيقة إيمان، الحكومة الألمانية وضعت استراتيجية بداية من عام 2019 يعني قوامها تقريبا 5 مليار يورو تخصصتهم لمجالات أبحاث الذكاء الصناعي تحديدا. البداية كانت من 2019، والبرنامج ده المفروض يمتد على 6 سنوات في مجال البحث العلمي الخاص بالذكاء الاصطناعي حتى عام 2025. الحقيقة في سبب إيمان ل 2019، لأن قبل عام 2019 لم تكن هناك مخصصات من الحكومة الألمانية لمجال الأبحاث الخاص بالذكاء الاصطناعي، وكانت كل مراكز الأبحاث في الجامعات الألمانية عندما يكون هناك بحث علمي فعال في أحد الاختراعات أو في مجال البحث في مجال الذكاء الاصطناعي تحديدا كانت تأتي شركات أوروبية وشركات عالمية من الخارج، الولايات المتحدة الأمريكية ومن اليابان، تقوم بتمويل هذه المشاريع وأخذ هذه المشاريع بعد ذلك من هنا من ألمانيا. لذلك رأت الحكومة الألمانية يعني تخصيص كل هذه الأموال للبحث العلمي وصرف كل هذه الأموال في الداخل الألماني للاستفادة. ألمانيا تريد أن تحجز لنفسها مستقبلا يعني في سوق الذكاء الاصطناعي جزءا كبيرا. يعني الحكومة الألمانية ووزارة التعليم العالي هنا في ألمانيا تكلمت، وزارة التعليم بشكل عام تحدثت عن أن ألمانيا أصبحت رابع عاصمة في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. الحقيقة إيمان، في يعني الحكومة الألمانية في جزء غاية في الأهمية في جنوب غرب ألمانيا تحديدا في منطقة شتوتغارت وتورينجن، ده المكان اللي بيتجمع فيه 800 عالم من مختلف دول العالم هنا في ألمانيا ومتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي. المكان ده تحديدا سموه دلوقتي، انشأوه على غرار وادي السيليكون الموجود في الولايات المتحدة، سموه سايبر سيليكون في جنوب ألمانيا، وموجود فيه فعلا شركات الكبرى مثل جوجل وشركة أمازون أيضا وعدد من المراكز الأبحاث الألمانية، وعلى رأسهم مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي الألماني الذي يحتوي على 800 عالم متخصص في هذه الأمور تحديدا. ألمانيا يعني الحقيقة الأمر الأهم في هذا الموضوع كما أشرت هو التعليم، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي مجال المناخ تحديدا. الحكومة الألمانية خصصت جزء من هذه الأموال في هذه المراكز لاستخدام الذكاء الاصطناعي في توربينات الرياح تحديدا للاستفادة من توليد طاقة كهربية أكبر عن طريق الذكاء الاصطناعي مستقبلا من توربينات الرياح تحديدا، وده مشروع اسمه أليس 3 من الحكومة الألمانية.
كنت سأسألك بالطبع عن المجالات اللي استفادت منها ألمانيا في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لكن أجبت في سياق حديثك. طب دعني أسألك على خطط ألمانيا تجاه الأيدي العاملة بعد تعميم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. تعلم عربي أن هناك جدلية بشأن أنه الذكاء الاصطناعي من الممكن أن يقلل فرص العمل، وهناك من يقول أنه بالعكس ده هناك فرص عمل أو هناك طبيعة لوظائف ما ستزدهر بدرجة أكبر ويزداد عددها بعد وجود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ما موقف ألمانيا في هذا الشأن؟ بالضبط الحقيقه هو ده التصور اللي كان موجود ايمان في الماضي، ان عندما يكون هناك روبوتات كثيره في الصناعات المختلفه تحديدا في المانيا كدوله صناعيه كبيره متقدمه سوف تقل الايدي العامله. الموضوع على العكس تماما، هناك تجربه تمت في وقت قريب جدا هنا في المانيا في المدارس الالمانيه، قاموا باستخدام روبوت من احد الشركات ووضعوه في احد الفصول الدراسيه في مدرسه اعداديه لمده نصف ساعه حتى يتفاعل ويقوم باعطاء درس للجنود لعذرا للطلاب الالمان في المدرسه حتى يستطيعون يعني رؤية هل هذا فعال أم لا في استخدام الذكاء الصناعي في مسألة التعليم. اكتشفوا أن الأمر فاشل تماما هنا بسبب كلمة سر واحدة وهي التفاعل، لا يستطيع روبوت أن يقوم بما يقوم به المدرس تحديدا، وبالتالي قاموا الأبحاث الآن تقوم على استحداث برامج رياضية تكون متخصصة في تصحيح الامتحانات وإعطاء الدرجات وإعطاء الدروس المنزلية للطلاب والواجبات المنزلية وما ذلك، وتخصيص كل هذا الوقت للمعلم حتى يهتم بالطلاب. اكتشفوا أن الروبوت في بعض الأمور لن يستطيع القيام بمهام الإنسان، لذلك من المفترض أن تزيد الفرص بالعكس، يعني الذكاء الاصطناعي يزود الفرص لدى المواطنين. أشكرك جزيل الشكر عربي مرزوق مراسلنا في ألمانيا على هذه الإضافات والإيضاحات فيما يخص ألمانيا كتجربة في مسألة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وأعود مرة أخرى للدكتور محمد شكر. دكتور محمد، كنت حضرتك تتحدث عن البروتوكولات التي تم توقيعها في مسألة الربط بين التعليم التطبيقي التكنولوجي ومسألة سوق العمل، وكيف من الممكن أن تساعد في إيجاد فرص عمل لهؤلاء الطلاب الخريجين من هذه الجامعات؟ حضرتك التعاون مع الجانب الصناعة والعاملين في المجال ده مهم جدا، لأن ده بيدي فرصة من خلال على سبيل المثال البروتوكولات اللي بتتعامل معاهم، أن أثناء الدراسة الطلاب بيتدربوا عندهم بيعرفوا نظام الشغل أفضل معاهم، فبالتالي ممكن يبقى ليه فرصة أفضل بعد التخرج للعمل معهم، وده في نفس الوقت يعتبر زي وين وين ريليشنشيب، يعني أو يعني مجال نجاح للأطراف المختلفة، لأنه برضو الخريج بعد كده الشركة بيبقى بتلاقي حد جاهز أنه يشتغل معاها على طول بالأساليب اللي هم بيستخدموها، فبيبقى مؤهل لده وعنده فرصة أفضل من غيره. فبالتالي التعاون مع الشركات من خلال في فترة الدراسة وليس الانتظار حتى بعد التخرج، فده بيدي فرص أكتر، بالإضافة إلى المرونة اللي موجودة في الجامعة بحيث أن ممكن البرامج يتم تطويرها بناء على احتياجات هذه الجهات، لدرجة أن ممكن يتم إضافة برامج خاصة ويتم تفصيلها خصيصا لاحتياجاتهم طبعا بعد الدراسات المطلوبة أنها تتم. ده عامل مهم جدا لنجاح التعليم التكنولوجي العالي في مصر، لأنه هو في الآخر بيخدم من ضمن أهدافه خدمة هذا القطاع، فإذا ما كانش هيلبي احتياجات هذا القطاع فهيفقد جزء مهم جدا من مهامه. إذا حضرتك سمحتي المداخلة اللي حضرتك تفضلت فيها مع الزميل من ألمانيا، الحقيقة في نقط مهمة جدا تم ذكرها زي الذكاء الاصطناعي وتأثيره على فرص العمل. هو يعني برضو لتوضيح نقطة، الذكاء الاصطناعي من ضمن المفاهيم اللي موجودة فيه إنه هو والأفكار اللي فيه إنه هو بيحاكي التفكير الإنسان يعني، فهو بالتالي محاولة إلى تطوير ليس البرامج ليس بديلا عنه ممكن يعني بتعمل طيب بطريقة بألجوريثم معين. دكتور محمد يعني أستأذنك أن كمان دلوقتي متوقع أنه داخل في المجالات المختلفة قليلا، لأنه يعني هناك تجربة أخرى ولكن هذه المرة من الإمارات. بينضم إلينا عبر الهاتف الآن الأستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين التكنولوجية الحكومية بالإمارات. دكتور أهلا بحضرتك معنا. سأبدأ من الإمارات كدولة طبعا سابقة ورائدة في مجال الذكاء الاصطناعي،
ولها باع في التعليم التكنولوجي، حتى أنه جامعة أم القوين كانت قد وقعت مذكرة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف. ما يعني أفاق هذا التعليم داخل الإمارات وما حققته في هذا الإطار؟ أولا أشكركم جزيلا على إتاحة هذه الفرصة للتحدث عبر هذه القناة المتميزة إلى المشاهدين الكرام. الحقيقة أنتم تتطرقون إلى موضوع غاية في الأهمية، موضوع الذكاء الاصطناعي صار حديث الساعة، ومثل ما تفضل الأستاذ الدكتور محمد والزملاء الآخرون ربما تكون فاتتني بعض المداخلات، لكن أقول أن الإمارات كما تفضلتم بأنها كانت سباقة في هذا الجانب، وحسبنا أن نشير إلى أنه في منذ 5 سنوات تقريبا في 2017 وتحديدا في أكتوبر 2017 حكومة دولة الإمارات أطلقت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وهذه المبادرة بتدشن مرحلة جديدة بعد ما يعرف بالحكومة الذكية. طبعا البنية التحتية المستقبلية، الإمارات تسعى من الآن للاحتفال بمئوية الإمارات 2071، من الآن تسعى إلى تهيئة بنية تحتية مستقبلية تنسجم وتطلعات الحكومة. وطبعا قطاع التعليم قطاع مهم وجزء من هذه المرحلة. في رأيك هل يستعد العالم الآن لوظائف الذكاء الاصطناعي؟ يعني إذا كان هناك تحديات، ما هي في رأي حضرتك، وكيف أيضا تعاملت الإمارات معها؟ بالطبع هناك وظائف لها نسميها وظائف المستقبل، وإن كنت أنا أختلف الحقيقة مع من يطرح أن وظائف أن الذكاء الاصطناعي سيعمل على إخفاء وظائف الحاضر أو وظائف الماضي إذا أتيح لنا أن نسميها، بل البعض يذهب إلى أبعد من ذلك ويعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو تخصص يرتبط ارتباط مباشر فقط بالتخصصات التطبيقية أو الأبلايد. أنا في رأيي أن الذكاء الاصطناعي لا يرتبط فقط بالتخصصات التطبيقية، وإنما أيضا يرتبط بكل التخصصات أو العلوم الإنسانية بشكل عام. بمعنى يعني وكأننا عندما نتحدث عن وظائف المستقبل وكأن وظيفة علم الاجتماع ستختفي، ووظيفة أساتذة التاريخ ستنتهي، ووظيفة كذا وكذا. أنا أتصور أنه لا، الذكاء الاصطناعي لن يستغني عن الإنسان، وسيظل الإنسان محور أساسي. والذكاء الاصطناعي كما تؤكد عليه استراتيجية دولة الإمارات هدفها رفاهية الإنسان، فمن هنا تنطلق الاستراتيجية بأن تربط الذكاء الاصطناعي بقطاع النقل، الصحة، الفضاء، الطاقة المتجددة، المياه، التعليم، البيئة، المرور، يعني قطاعات مختلفة وكثيرة. وبالتالي يؤكد بأن الذكاء الاصطناعي هو ليس خاصا فقط بالعلوم التكنولوجية. ولذلك ربما إذا سمحت لي، أنا سمعت السؤال الأول، بس مداخلة بسيطة، هل هناك تعاني بعض الجامعات من ضعف الإقبال على تخصصات الذكاء الاصطناعي؟ أو أنا أتصور إنه هذا الأمر يحتاج إلى تهيئة كثير من العوامل، أبرزها البنية التحتية الملائمة. لابد أن يكون هناك بنية تحتية، لأن الطالب علشان يدخل يدرس 3 سنوات، 3 سنوات ونصف، 4 سنوات ويتخرج على باتشلر، لابد أن يكون هناك بنية تحتية ملائمة تناسب الطالب الذي راح يتخرج بعد هذه الفترة.
لابد أن تكون هناك بنية تشريعية، لابد أن يكون هناك سوق عمل جاذب. أنا طيب هذا يأخذني إلى سؤال لحضرتك دكتور، متعلق بما فعلته الإمارات في هذا الشأن، ما فعلته المؤسسات هناك في هذا الشأن لجذب عدد أكبر من الطلاب إلى هذه التخصصات وإقناعهم وتغيير ربما الصورة الذهنية المنتشرة في عالمنا العربي، وهي بالفعل بدأت تتغير بطريقة ما. ما هي الجهود والإجراءات التي اتخذتها الإمارات في هذا الشأن؟ دعيني أقول لك أمرا ربما يكون مفاجئا. إحنا في بعض الكليات الذكاء الاصطناعي تخيل وصل الأمر إلى حد أنها تم إغلاق باب القبول لكثرة القبول، تعرفي علشان نعطي الطالب الجرعة المناسبة من التخصصات تحتاج إلى سعة معينة، وبالتالي أعداد المتقدمين لدراسة تخصص الذكاء الاصطناعي في الكليات المختلفة سواء في جامعة الإمارات أو جامعة خليفة أو جامعة الشارقة على سبيل المثال أعداد كبيرة. وهذا يعكس تطور دولة الإمارات، لأن الطالب الذي بيدخل تخصص الذكاء الاصطناعي لابد أن يتخرج ويجد ما يلائمه أو ما يلائم دراسته. يعني إذا أنا أخرج وأخرج إلى سوق عمل لا يستوعبني كخريج ذكاء اصطناعي أرجع. صحيح. إذن كلمة السر هنا سوق العمل. أشكرك الدكتور جلال، أشكر حضرتك جزيل الشكر. جلال حاتم مدير جامعة أم القوين التكنولوجية الحكومية، كنت معنا من الإمارات وتحدثت عن هذه الإجراءات والفعاليات وأيضا الجهود التي اتخذتها الإمارات في هذا الشأن. أعود مرة أخرى للدكتور محمد شكر من القاهرة. دكتور محمد، استمعت بالتأكيد إلى حديث الدكتور جلال، وكان هناك يتحدث يمكن عن كيفية تهيئة بيئة وسوق العمل لتغيير الصورة الذهنية في هذا الإطار. سؤالي الأخير لحضرتك، هل ترى أنه هذا حدث بالفعل بما يتناسب مع عدد الجامعات المصرية في هذا الشأن؟ أو حضرتك يعني تفضل الدكتور الأستاذ الدكتور جلال واتكلم على إن الذكاء الاصطناعي بيدخل في مجالات مختلفة وليس مجالات معينة. فعلى سبيل المثال أنا كان عندي يعني كان في تجربة شخصية لما أيام ما كنت في أمريكا أيام درجة الدكتوراه، أنا في الأساس تخصصي هندسة معمارية وتنمية عمرانية، والدكتوراه كانت على مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في العمارة والعمران. وقتها كان في كثير من الناس لما كانوا بيعرفوا حتى لما رجعت كانوا مستغربين ايه علاقة الذكاء الاصطناعي بهذا المجال. فده برضو يعني كرأي شخصي ممكن يكون مثال على ان الذكاء الاصطناعي، والكلام ده كان من سنوات عديدة، الآن يعني الحمد لله وقتها لما رجعت كان في أفكار كثيرة وتم عرضها على الكثير، ولكن لم تجد مجال للتنفيذ وقتها لأسباب كثيرة، منها مثلا استقبال المجتمع ليها، إمكانية تطبيقها، يعني نقاط كثيرة. الفرصة الآن الحمد لله في العصر اللي احنا فيه ان بقى فيه اهتمام كبير جدا واضح من الدولة ومن القيادة السياسية، بدليل انشاء العديد من الكليات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط ان يكون برنامج او فقط قسم داخل الجامعات، انما بقى فيه كليات خاصة به، بالإضافة الى ان البرامج زي الموجودة عندنا على سبيل المثال في الجامعة التكنولوجية، البرامج اللي موجودة الذكاء الاصطناعي بقى بيدخل فيها داخل فيها حتى إذا ما كانش ليه حتى الآن برنامج خاص به، لأن التطور في السوق بقى كبير جدا. وأشار الأستاذ الدكتور يعني جلال في كلامه إن البنية الأساسية مهمة لتجهيزها، وده بتقوم بيه مصر شغالة في المجال ده أيضا، الشركات اللي بيتم دخولها في السوق، المدن الذكية، المشروعات العديدة، السكك الحديدية، ويمكن هذا بيؤكد نفس النقطة تقريبا اللي تحدث عنها الدكتور جلال المتعلقة بأنه كلمة السر هنا هو البنية التحتية وسوق العمل أيضا الذي يشجع على اتخاذ هذا النوع من التعليم كمنهج في الحياة. أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا وعلى هذه الإيضاحات الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية وأول جامعة تكنولوجية في صعيد مصر. شكرا جزيلا لك.
إذا نذهب الآن إلى فاصل قصير ونعود مرة أخرى لاستكمال مطروح للنقاش. هنا القاهرة عاصمة الخبر. من جديد أرحب بكم هنا القاهرة عاصمة الخبر. ينضم إلينا الآن من الإمارات الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي بالإمارات. دكتور محمد أهلا بحضرتك معنا. يعني تحدثنا كثيرا عن الفعاليات والإجراءات التي اتخذتها الدول سواء في مصر أو في الإمارات وفي العالم العربي للتشجيع في مسألة التعليم التكنولوجي، وتحدثنا أيضا عن التطبيقات والمجالات المختلفة. لو سألت حضرتك عن الانعكاسات الاقتصادية على الدول بعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بالإخبارية وحييك مع الموضوع. يعني أنا بعيدا عن بعض التقنيات والتطبيقات، لو ألقيت نظرة اقتصادية عن سوق الذكاء الاصطناعي مستقبله، سوق الذكاء الاصطناعي متوقع مع نهاية العام الحالي يصل إلى 450 مليار دولار في العالم في خلال عام 2022، ووفقا لتقدير المنظمة بعد التقرير أن نموه يصل إلى 39% 2030، أي بحلول 2030 قد يصل حجم هذا السوق إلى ما يقارب تريليون ومئة مليار دولار حتى 2030. فهذا رقم ضخم للغاية. وأنا نتحدث عن وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي، فإحنا نتحدث عن قطاعات مختلفة. لا يوجد قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة لم يدخل الذكاء الاصطناعي فيه، بالتالي هناك فرص متنوعة، فرص عديدة نسميها across sectors. يعني لو قلت لحضراتكم يعني خلية بسيطة عن مثلا أكثر 10 دول في وفقا لتقديرات 2022 هي أعلى سوق في الذكاء الاصطناعي. جاءت الصين بالدرجة الأولى، بعدها الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، روسيا، ألمانيا، النرويج، السويد، فرنسا. يعني لكن للأسف غابت معظم الدول العربية عن الاستثمار في الذكاء الصناعي. من حديث حضرتك أفهم من حديث حضرتك إنه الانعكاسات الاقتصادية، إذا ما عدت مرة أخرى لسؤالي اللي طرحته على حضرتك، الانعكاسات الاقتصادية انعكاسات كبيرة جدا، بدليل إنه حضرتك ذكرت دول صناعية متقدمة جدا هي الأولى في مراتب أو في استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في جميع المجالات تقريبا. نعم دكتور محمد، هل أنت معي؟ هل ما زلت معي؟ يعني يبدو أنه فقدنا الاتصال بالدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي بالإمارات. سنحاول التواصل معه مرة أخرى بكل تأكيد، لكن دعونا نذهب الآن إلى رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن. كما ذهبنا إلى عربي نذهب إليك رامي،
ويمكن الدكتور محمد منذ قليل قبل أن تنضم أنت إلينا ذكر الولايات المتحدة ضمن الدول التي اعتمدت أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، وهذا انعكس على الجانب الاقتصادي. ما هي تطبيقات أنظمة الذكاء الاصطناعي في أمريكا والتي قد تؤهلها بدرجة أكبر لترتيب أحسن وأفضل في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعي؟ مرحبا إيمان، هناك الكثير من التطبيقات التي تستعملها الولايات المتحدة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. دعينا أولا نتحدث عن القطاع الخاص. القطاع الخاص يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحديدا في تجارة التجزئة والسلع وحتى السلع الغذائية، ولعل مضرب الأمثال في هذا هي شركة أمازون، عملاق التجارة الإلكترونية. أصبح الآن بإمكان أي شخص أن يشتري كل ما يريده من خلال هذه التطبيقات، ومن خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي أيضا تستطيع هذه التطبيقات أن تحدد للشخص من خلال استعماله للتطبيق، تستطيع أن تحدد ما هي احتياجاته وتعرض عليه السلع التي قد يحتاجها. فإذا اشترى مثلا سلعة ما مثل هاتف محمول، فإنها تقترح عليه اقتراحات أخرى يستطيع أن يشتريها مع الهاتف المحمول مثل السماعة أو الغلاف أو أشياء أخرى. إذن في مجال التجارة هناك توسع كبير جدا، وأصبحت معظم الشركات 90% الآن من الشركات الأمريكية خاصة في تجارة التجزئة تستعمل الذكاء الاصطناعي. هناك جانب آخر وهو الجانب الأمني، وهو الخاص بالحكومة. الحكومة أيضا بدأت تتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستوى الأمني، وهناك برامج التعرف على الوجه المنتشرة في مختلف الكاميرات التي تحيط بنا الآن في كل مكان، وهي تستطيع التعرف على الأشخاص من وجههم وتستطيع تحديد هويتهم، وذلك يصلح كثيرا في الجرائم الإرهابية تحديدا وفي أي جريمة أخرى. أيضا تستطيع هذه الأجهزة وهذه التطبيقات تحديد هوية مرتكب هذه الجريمة بسرعة كبيرة، وتبدأ إجراءات البحث عنه والقبض عليه. إذن هناك توسع كبير جدا في الولايات المتحدة وعلى مختلف المستويات في تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. رامي، المسألة المتعلقة بالتعليم، ربما كنت أتحدث أيضا مع عربي في هذا الشأن. الولايات المتحدة أيضا والجامعات هناك هي من أهم أيضا الوجهات للتعليم والدراسة. كيف كان تطبيق أو إدخال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال التعليم، وإلى أي درجة استفادت بها الولايات المتحدة في التعليم تحديدا؟ بالفعل استفادت الولايات المتحدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وخاصة في وقت الجائحة أصبح وخاصة بالنسبة لطلاب الجامعات، أصبح هناك تطبيقات واختبارات يقومون بالدخول عليها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحدد هذه التطبيقات درجات الطلاب وتمنحهم الدرجات المناسبة حسب الإجابات، وتقوم بالتعرف على الإجابات الصحيحة وفرزها من الإجابات الخاطئة بسهولة. أيضا بالنسبة لتدريس الذكاء الاصطناعي في الجامعات، توسعت الجامعات الأمريكية كثيرا في هذا المجال، نظرا لأنه أصبح من أهم متطلبات سوق العمل، وتساعد الجامعات في ذلك الحكومة من ناحية والشركات الخاصة وعمالقة التكنولوجيا من ناحية أخرى مثل جوجل وأمازون وفيسبوك وشركات أخرى. تساعد الجامعات في وضع برامج تدريب وبرامج تعليم للطلاب وتخصصات دقيقة جدا، حتى يتم خلق جيل من الشباب المتعلم الذي يستطيع التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويستطيع أيضا إيجاد فرص عمل في المستقبل، لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بطبيعة الحال أثرت على الكثير من فرص العمل التقليدية، ولكنها في نفس الوقت خلقت صحيح فرص رامي عمل جديدة، سأتحدث معك في هذا يجب أن يتأهل الشخص لذلك. الأساتذة الأفاضل معي في الحلقة سواء في الجامعات المصرية أو في الإمارات كنموذج لدول عربية يعني حققت نجاحات في هذا السياق فيما يخص التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كانوا يتحدثون على أنه الفرضية المتعلقة بأنه الذكاء الاصطناعي سيؤثر على الوظائف أو سوق العمل أو يؤدي إلى زيادة نسب البطالة في الدول التي انتهجته هي فرضية خاطئة، وأن هناك فرص أخرى ستزدهر بدرجة كبيرة مع استخدام هذه التكنولوجيا. ماذا عن أمريكا؟ في الولايات المتحدة حقيقة إيمان هذا الموضوع لا يزال محل جدل حتى الآن، وسأجيب الإجابة الأمريكية التي نستمع إليها من الكثير من المحللين، وهي نعم ولا.
عندما يتعلق الأمر بفرص العمل. نعم سيؤثر ذلك بالتأكيد على بعض فرص العمل التقليدية، وسيتم الاستغناء عن الكثير من العمال الذين ستحل محلهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك يغضب الكثير من الموظفين، خاصة أولئك الذين جلسوا في وظائفهم لفترات طويلة. ولكن لا في نفس الوقت، لأنه الذكاء الاصطناعي يخلق فرص عمل جديدة، يخلق فرص عمل جديدة للشباب، يخلق فرص عمل جديدة للموظفين الذين يسعون لتحويل مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. سأضرب مثلا بسيطا، الحكومة الأمريكية طرحت برنامج ذكاء اصطناعي لتحليل الضرائب، لعمل الإقرار الضريبي. أي مواطن الآن يقوم بوضع إقرار ضريبي وملء هذا البرنامج الذكاء الاصطناعي الذي طرحته الحكومة أو إدارة الضرائب، يملء بياناته ودخله السنوي ومصروفاته وكل شيء، وفي النهاية يجيب عنه البرنامج ويقول له أنه سيدفع هذا كضرائب أو سيحصل على عائد ضريبي بعملية ذكاء اصطناعي خالصة. ولكن هل هذا ألغى وظيفة محاسب الضرائب التقليدية؟ لا، لم يلغيها. لا يزال حتى الآن هناك محاسبون ضرائب يعملون في هذا المجال ويعملون بكثرة، وهناك الكثير ممن يلجؤون لمحاسب الضرائب ولا يلجؤون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. شكرا جزيلا لك رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية في واشنطن على هذه المعلومات الهامة. ونعود مرة أخرى للإمارات مع ضيفنا، عاد إلينا من جديد الدكتور محمد عبد الظاهر. دكتور محمد، يعني حضرتك كنت تتحدث عن الترتيب فيما يخص الدول، وأن هناك ربط ما بين الدول المتقدمة الصناعية وما بين الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم وفي التطبيقات المختلفة. لو تسرد لنا هذه الجزئية، وأيضا المسألة أو الجدلية المرتبطة بسوق العمل، كنا نتحدث الآن مع رامي بشأنها. يعني عفوا، تحدثت سلفا عن السميم كانترز، الدول الأكثر استثمارا في الذكاء الاصطناعي في العام 22، وجاءت على في مقدمتهم الصين، في الولايات المتحدة، فبريطانيا، فكندا، فروسيا، فألمانيا. وأكدت أن للأسف هناك ضعف استثمارات المنطقة العربية في مجال الذكاء الصناعي، وخاصة فيما يتعلق ببناء أو صناعة البنية التحتية الذكية، في سواء كان في مجال التعليم أو في مجال الشركات التي تصنع مثل تلك التطبيقات أو التقنيات المختلفة في الذكاء الصناعي. هناك تحدي آخر يواجه الجامعات أو يواجه التعليم الأكاديمي، طبيعة إدماج تلك التقنيات أو تلك التطبيقات في المناهج التعليمية. هناك للأسف بعض الجامعات وبعض الكليات في التخصصات المختلفة حتى الآن تدرس النظرية فقط، وتدرس بمنهجية الستينات والسبعينات، ولم ينظر أحد في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مثلا في الهندسة، في الرعاية الصحية، في الإعلام، في كافة التخصصات في التعليم العالي. يمكن دمج تلك التقنيات بطريقة بسيطة ونخرج من عباءة العمل النظري أو التعليم النظري إلى التعليم التطبيقي. يمكن الإمارات لديها تجربة رائعة في هذا الأمر في العديد من الكليات التطبيقية مثل كليات التقنية، وكما صدفتم منذ قليل جامعة أم القوين. نعم، هناك دمج حقيقي لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم المختلفة. ينتج عن هذا الدمج أن الطالب يخرج لديه مهارات تواكب بل تسابق السوق العمل. فبالتالي هذه نقطة هامة فيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل. طيب دعني أنتقل مع حضرتك للفرضية الأخرى اللي طرحتها منذ قليل، وهي التي تقول أنه الذكاء الاصطناعي أو تكنولوجيا ستؤثر بدرجة كبيرة على سوق العمل، وسيقل هذا أو الفرص، يعني فرص العمل ستقل بنسبة 50%. هذا بعض الأطروحات اللي طرحها البعض، وهناك من قال أنه فرص العمل ستزدهر ولكن في قطاعات أخرى. إلى أي كفة تميل في هذا الرأي، وما هي الدور أو ما هو الدور على الحكومات والمؤسسات والأنظمة لمعالجة هذه الآثار؟ يعني أنا دائما أميل إلى فرضية هامة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والإنسان.
الذكاء الاصطناعي هو أداة تكنولوجية، أداة تساعد على مضاعفة العمل، تساعد على الكفاءة المتميزة في أداء الوظائف المختلفة. فالشخص الذي يقف، الشخص أو الدولة أو المؤسسة أو الحكومة التي تقف متمسكة بالطرق التقليدية في العمل وتنظر أن الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجيا المتقدمة مجرد عرض أو مجرد منافس لها، سوف تظل، سوف تندثر. لكن لابد لنا المواكبة تلك التكنولوجيا، إثقال مهاراتنا بها حتى نستطيع أن نديرها. يعني يمكن لو نظرنا إلى العالم حاليا، يعني أكبر أو العالم يتكلم منذ بداية الثورة الرابعة أن هناك الآلات سوف تحل محل الإنسان، هناك بعض الوظائف تندثر. نعم، هناك بعض الوظائف الأساسية سوف تندثر، ولكن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي فتح مجال أكثر من 12 قطاع مختلف لم يكن موجود قبل الثورة الصناعية الرابعة أو قبل الذكاء الصناعي، مثل قطاع الروبوتكس، قطاع تحليل البيانات الضخمة، قطاع الرعاية الصحية الذكية، قطاعات عديدة فتحت تحتاج إلى ملايين. طيب دكتور محمد، هذا بالنسبة للقطاعات الجديدة التي استحدثت بعد وجود هذه التكنولوجيا، ماذا عن القطاعات الموجودة بالفعل والتي تستفيد من هذه التكنولوجيا ومن الذكاء الاصطناعي؟ يعني عربي مرزوق من ألمانيا ذكر لنا مجموعة من القطاعات، مثلا على سبيل المثال المناخ اللي هي القضية العالمية الآن، وأيضا التعليم، ورامي من واشنطن ذكر لنا التعليم وذكر لنا الجانب الأمني الاستخباراتي وكيفية حفاظ الأمن باستخدام هذه التكنولوجيا. ما أبرز القطاعات في رأيك؟ يعني أنا كما سلفت ذكرا في بداية الحلقة أن هناك أكثر من 450 مليار دولار العالم يستثمرها في الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة. لا يوجد قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة يخلو من استخدام واستحداث تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه. لو بدأنا بقطاع التعليم بوجه عام، جامعات، المدارس، لو بدأنا بالرعاية الصحية، القطاع الطبي، قطاع عريض، قطاع الإعلام، الاقتصاد الرقمي، القطاع الزراعي، حتى يمكن حتى حاليا ابتدوا يتكلموا عن قطاعات الفضاء وازاي ابتدوا يستخدموا قطاعات كثيره. والقطاع الافضل والاكثر الان هو قطاع عالم الميتافيرس، ازاي اصبح دمج العديد من القطاعات داخل الميتافيرس، كيف يمكن استفاد قطاعات التعليم من الميتافيرس، الرعايه الصحيه من الميتافيرس، الاقتصاد الرقمي، مثلا سايبر سكيورتي، كل ده اصبح تكنولوجيا جديده تدمج مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. فلا يخلو أي قطاع من إمكانية توليد فرص ووظائف جديدة فيه عن طريق إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا القطاع. هل تعتقد أنه التحدي فقط هو بنية تحتية كما ذكرت حضرتك في العالم العربي، أم أنه هناك ربما تحدي متعلق بالخلفية المجتمعية أو تغيير الصورة الذهنية لدى البعض، حتى أنه الطلاب نفسهم يغيروا وجهة نظرهم في مسألة الالتحاق بمثل هذه الجامعات؟ يعني أنا أرى أن الجامعات أو صناع التعليم، خلينا نتكلم بطريقة أوضح، صناع التعليم في المنطقة العربية عليهم العبء الكبير فيما يتعلق بجذب الشباب في الوظائف المستقبل، من حيث أني لابد أن يكون هناك تخصصات جديدة، تخصصات علوم إنسانية وذكاء اصطناعي، تخصصات جديدة يمكن من خلالها الاستفادة القصوى من العلوم التطبيقية، فقط العلوم التطبيقية في مجالات التعليم العالي. يعني الإكثار أكثر من الجامعات التطبيقية بغض النظر عن التكنولوجيا المتقدمة أو الذكاء الاصطناعي، ولكن الجزء التطبيقي الإكثار أكثر من فرص العمل وفتح شركات وفتح يعني مؤسسات ومراكز أبحاث متخصصة في الذكاء الاصطناعي وربطه أشكرك بالتعليم. جزيل الشكر وأعتذر لانتهاء الوقت. شكرا الدكتور محمد عبد الظاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الذكاء الاصطناعي بالإمارات على كل ما تفضلت به من حديث ومن معلومات ثرية. إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من مطروح للنقاش، وغدا حلقة جديدة، نلتقي غدا بإذن الله هنا القاهرة عاصمة الخبر.